مرحبوا يا ضيوف فاحيهلا. طابت مس فعلى مائدة القرآن تنزاح أثقال الهموم، أبت إلا أن يكون لها في خدمة كتاب الله باع. ونصيب كل واحد منا تارك وراء زوجة وأولاد وأم. الله يصبرهم على ديارنا. إن الله غفور رحيم، وإنه الإنسان إذا انقطع عن نبراتين الموت ليرى ما صنع في غزة وما صنعت غزة. وعندما تشاهدون الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. ونحن في وزارة الداخلية وفي مراكز الإصلاح والتأهيل نقوم بدورنا باحتضانهم استثماراً لأوقاتهم من أجل جعلهم أشخاصاً إيجابيين نافعين مصلحين، لنجعل منهم مشاريع نجاح وبناء لا معاول هدم وإجرام. لذلك نحرص كل الحرص على تنفيذ مشاريع تربوية ودورات تدريبية وأعمال مهنية وإنتاجات أدبية، وإننا نعطي اهتماماً خاصاً ورعاية فائقة بالمسيرة القرآنية تلاوة وتجويدا وترتيلا وإتقانا وحفظا ونسخا وتطبيقا. فلطالما عملنا على عقد الدورات المتعددة في القرآن الكريم والسنة. قيل لجنة الرحمن سعادة والرضا وهو الدليل. كلمة رئيس دار القرآن الكريم والسنة.